السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده، وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اولا كنرحب بجميع متابعي قناه جيله شانيل. اخوان والاخوات، كنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد وان شاء الله تستفدوا معايا. كذلك كنقول لكم تحيه لكم في ما كنتم. الفيديو ديال اليوم غادي نتكلم فيه على اربعه ديال المواضيع اللي كتخص هنا الناس اللي مقيمين بفرنسا ومسلمي فرنسا. الموضوع الاول غادي يكون حول انه الحكومه الفرنسيه كتستفز المسلمين، وذلك بأنها كتقول للأئمة المساجد خاصكو أنكو تزكيو الزواج ديال الناس المثليين، أو الزواج ديال الأشخاص اللي هما شواذ، أو الزواج ديال الأشخاص اللي هما من نفس الجنس. كذلك غادي نتكلموا على أنه الإعلان اللي توصلت به المساجد، ثلاثة ديال المساجد الكبرى. هذا الخبر هذا راني عارفة تكونوا سمعتوه الأسبوع يعني اللي كان دات، يعني الأسبوع اللي فات، لكن أنا غادي نقول لكم طريقتي، نقول لكم الرأي ديالي فيه، وهو الإعلان اللي صفطاته أو رسلته وزارة الزراعة للمساجد باش تقول لهم أنه ما خاصكمش تذبحوا الدواجن، ولكن خاصكم تقوموا بعملية الصعق. كذلك غادي نتكلم على الموضوع الثالث، واللي هو بالنسبة لعناد الحكومة الفرنسية باش ما يكونش هنالك إغلاق المدارس. وغادي نعطيكم التواريخ ديال لي فاكونس دو باك، وغادي نقول لكم واش من قال وزير التعليم. وكذلك الخبر الرابع والاخير، واللي غادي نتكلم فيه على انه، وعلى حسب ما جاء في الجريده ديال الفيغارو، انه ربما غادي يكون نقص بعض المواد، وغادي نقولهم لكم ولكن ما تمشوش تتخاطفوا عليهم، بحيث انه شفت واحد لا فيديو غادي نخليه لكم في القناه، وقولوا لي واش حتى نتوما توصلتوا بهذا لا فيديو وفين، بحيث انه هذا لا فيديو يعني هنا بفرنسا على حسب ما شفت، ولكن أنظن كانوا كيتخاطفوا على اللوز. المهم نبداو الفيديو ديالنا. نبداو مع الموضوع الأول، وإذا كنتم باغيين تستافدوا تابعونا من الأول إلى الآخر. اتحاد علماء المسلمين يستنكر طلب فرنسا من المساجد تزكية زواج الشواذ. طلبت الحكومة الفرنسية يوم السبت من أئمة المساجد تزكية زواج الشواذ، وهم يعني أئمة المساجد اعتبروا أن ذلك ازدواجية في المعايير ضد الإسلام. وانتقد الأمين العام للاتحاد العلمي السيد محيي علي الدين رسالة اللي قامت بها وزيرة المواطنة واللي هي مارلين شيابا في دعوتها أئمة المساجد للدفاع عن زواج الشواذ. في 23 مارس من هذا الشهر الجاري، قالت شيابا في تصريحاتها أنه يتعين على أئمة المساجد بفرنسا الاعتراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنس بالزواج. وفي رد عليها قال أنه هناك ما يسمى بحرية الدين. هذا السيد محيي الدين هو اللي رد عليها، واللي هو الأمين العام للاتحاد العلمي. وفي رد عليها قال أنه هنالك ما يسمى حرية الدين، وأن قراراتك الاستفزازية لا تدعم بلد متحرر، وأن احترام مقدسات المجتمع وتعدديته الدينية هو شأن الحكام والعقلاء والساسة الذين يريدون بناء مجتمع متحرر. هذا بالنسبة للموضوع الأول. دروك غادي نمشيو بالنسبة للإعلان اللي قامت به وزارة الزراعة، واللي أنها أرسلته للمساجد الكبرى الثلاث، واللي نتوما عارفينهم وسمعتوا هذا الخبر، اللي هما المسجد ديال باريس، والمسجد ديال إيفري. إيفري للناس اللي ما كتعرفش هي محافظة تابعة لباريس، وكذلك المسجد ديال ليون. وشنو كان في هذا الإعلان؟ هذا الإعلان هو أنهم يطلبوا من هذه المساجد، كيقولوا لهم على أنه رحنا باغيين نديروا قرار في شهر 6 2021، باش أنه هذا القرار يبدأ يتفعل، يعني انطلاقا من شهر 6، باش ما يكونش هنالك ذبح للدواجن على الطريقة الإسلامية، ولكن يكون على الطريقة اللي دايرها وزارة الصحة، ولا وزارة الزراعة، وزارة الزراعة الفرنسية، وذلك بصعق الدواجن بالكهرباء، وما يكونش يعني على طريقة اللي كنديروا بها حنا الذبح على الطريقة الإسلامية. بشأن هذا الصدد بطبيعة الحال، هذا الشيء راه أثار ردود يعني في مجموعة ديال الأواسط نتاع المسلمين، سواء كانوا الأئمة أو كانوا ناس اللي هما مسلمين مهاجرين هنا بحالنا هنا في فرنسا. قرار صادر عن وزارة الزراعة يمنع ذبح الدواجن على الطريقة الإسلامية.
وغادي نقول لكم انا الراي ديالي ونقول لكم واش غادي يتفعل هذا القرار او ما غاديش يتفعل، وذلك بدايه شهر يونيو 2021. وقال عمادة يعني العميد ديال الجامع الكبير سواء تاع باريس او ايفري او ليون في بيان مشترك على انه هذا القرار من وزاره الصناعه لا يمكن تطبيقه لانه هذا ضد المبادئ العقائديه واساسيات الطقوس والذبح والشعائر اللي انهم متفق عليها، بحيث انه خاصكم تعرفوا هذا الذبح اللي كنشريو حنايا مثلا حلال من عند الجزار، راه بطبيعه الحال كاين هنالك اتفاقيه باش هذا الذبح غادي يكون على الطريقه يعني الاسلاميه، راه ما جاش وكيديروا غير هكذاك يعني كيذبحوا غير هكذاك. لكن هذا القرار اللي بغات ديرو وزاره الزراعه بطبيعه الحال هذا ضد الشعائر الدينيه، ولكن من حقهم انهم يرفعوا عليها دعوه بحيث انه من حقهم انهم يكون عندنا يعني الطريقه على حسب الطريقه الاسلاميه. خاصكم تعرفوا بلي انه هما داروا هذا الشيء يعني كيقول لك حمايه للحيوان، ولكن راه الصعق راه هو اكثر يعني من الذبح، حيت شوفوا حنايا فاش كيكون عندنا الذبح كنكونوا رحيمين يعني بالحيوان، بالعكس انه حتى العينين ديالو كان يعني كان 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 كنغطيو له عينيه، من بعد عاد كنسميو الله وكتكون عمليه الذبح اللي كتكون يعني، ولكن راه الصعق راه هو راه اكثر يعني بالعكس انا كنشوف الصعق هو بالكهرباء اكثر ضررا، واللي انه كيتعذب فيه الحيوان اكثر من الذبح. المهم نكمل لكم ومن بعد نمشي لكم الموضوع ديال المدرسه. هذه الرساله هذه شافوها يعني هاد الائمه ولا العمداء نتاع هاد المساجد شافوها على انها هذه الرساله هي سيئه وكذلك كتمس جميع المسلمين هنا اللي بفرنسا، وقد طالب المسؤولون الدينيون وزير الزراعة الفرنسي باستقبالهم، يعني قالوا له خاصك تستقبلنا وخاصنا نهضروا معك في هذا الموضوع، كما أنه أكد المسؤولون على أنه هذا يمنع الممارسة الحرة للشعائر وأنهم سيقومون بكافة الإجراءات القانونية لاستعادة هذا الحق الأساسي. هنا بغيت نقول لكم انا الراي ديالي، انا الراي ديالي انه هاد يعني هاد القضيه او هاد القانون اللي بغاو يطبقوه على انه باش انه يكون الصعق وما يكونش الذبح، انا نظن هاد القضيه ما غاديش تكمل او انها ما غاديش تكون. هاد الاعلان اللي دارت وزاره الزراعه واللي صفطاتو لهاد المساجد بغاو غير انهم يديروا واحد النوع ديال نقدروا نقولوا جس النبض باش يشوفوا كيفاش غادي يكون الردود ديال الناس، ولكن حنايا نظن ك يعني ناس مسلمين هنايا بفرنسا واللي العدد ديالنا اكثر من مليون شخص هنايا بفرنسا، ما نظنش واش انه الا ما كليتيش الدجاج غادي يصرى لك شي حاجه. انا بالنسبه ليا ونظن حتى بالنسبه لكم حتى ولا ما كليتوش الدجاج ما غاديش تكون شي حاجه، يعني اذا اكثر من مليون مسلم ما كلاش الدجاج وما شراش الدجاج شكون اللي ضايع؟ ماشي حنايا اللي ضايعين. لذلك قلت لكم على انه انا نظن هذا القرار ما غاديش يكمل وما غاديش يكون اساسا، وغادي الامور كتكون كما هي عليه، يعني انه يعني الدواجن تذبح على الطريقه الاسلاميه. غادي نمشيو دروك بالنسبه للحكومه الفرنسيه واللي ما بغاش تفرض حجر صحي شامل واللي كتعاند انتشار الوباء بشكل رهيب ومخيف. الحكومة الفرنسية تعاند الفيروس وتتجاهل ما أمكن فكرة حجر صحي شامل وإغلاق المدارس ولو لمدة، في حين انتشر المرض في أواسط جميع الأسر والمؤسسات. الرئيسة نتاع منطقة لا ريجيون إيل دو فرانس واللي هي فاليري بيكريس هذه من أكثر من أسبوع قالت على انه اقترحت على الحكومه الفرنسيه، قالت لهم علاش ما يكونش هنالك واحد الحجر صحي يعني تغلقوا المدارس، وذلك بانكم تسرعوا او تعجلوا من انهم ياخذوا العطله، يعني بدل ما انه كل منطقه عندها عطله في تاريخ يديروا عطله موحده ويبداو يعني باش انهم يسرعوا من هذه العطله وبذلك يغلقون المدارس، بحيث انتشار هذا الوباء راه فعلا انتشر بواحد الشكل اللي هو مخيف. دابا في اي اسره في اي دار في اي مدرسه راه مدارس اللي هنا في الجهه ديال فاندورماغن اللي انهم سدوا بالكامل، حيت كيف كنقولوا حنا بالدارجه الوباء راه كيجيج يعني. المهم فاليري بيكريس في التصريح نتاعها واللي انها اقترحت على الحكومه باش انه يكون هنالك واحد عطله اللي تكون موحده وبذلك يتم اغلاق المدارس تم رفض طلبها.
في ظل هذا الانتشار المخيف للفيروس، اقترحت على الحكومة الفرنسية أن يكون تسريع للعطل المدرسية في جميع فرنسا، لكن طلبها قوبل بالرفض. كما أن الحكومة الفرنسية بما فيها وزير التعليم جون ميشيل بلونكير، واللي قام بتصريح واللي قال على أنه يجب أن يكون هنالك يعني تعليمات مشددة في المدارس و و و و المهم في المرة الفايتة قال على أنه إذا كان ثلاثة ديال التلاميذ أو ثلاثة ديال المهم تلاميذ في القسم مصابين يسدوا غير القسم، لكن هذه المرة قال إذا كان فقط غير واحد التلميذ مصاب غادي يسدوا القسم، ليس المؤسسة ولكن غير القسم، وذلك التلميذ يبقى في عزل صحي لمدة ديال 10 ديال الأيام، وهذاك القسم ما يفتحش حتى الأسبوعين عاد، يعني من مرور أسبوعين عاد باش يفتح هذاك القسم. ولكن اللي بغيت نقول لكم هو انه واخا غادي يقولوا كاين تشديدات، واخا غادي يقولوا راه دابا كلشي مريض، الناس اللي خدامين في المؤسسات التعليميه تقريبا كلشي تصعب، الناس اللي خدامين في لاكونتين كلشي تصعب، الناس اللي خدامين في الادارات، الاساتذه، المعلمين، حتى الاباء ديال التلاميذ، يعني راه انتشار فعلا هو مخيف لهاد الفيروس هذا، ولكن الحكومه الفرنسيه كتعاند وما باغياش باش دير اغلاق المساجد، اغلاق المدارس عفوا. هنا غادي نعطي لكم بالنسبه لازون ا ولا زون بي ولا زون سي بالنسبه للاشخاص اللي باغيين تعرفوا. بالنسبه لازون ا غادي يكون عندكم العطله من 10 ابريل حتى 26 ابريل، وبالنسبه لازون سي بي غادي يكون عندكم العطله من 24 ابريل حتى 10 ماي، وبالنسبه لازون سي واللي انا فيها كاين العطله من 17 ابريل، يعني من ابتداء من السبت 17 ابريل حتى 3 ماي. هادشي العطلة ديال الباك نتاع شهر 4 2021. برك غادي نمشيو للموضوع الاخير واللي هو الرابع والاخير واللي هو ديال وشنو جا في التصريح ديال جريدة الفيغارو. في التصريح ديال جريدة الفيغارو قالت على انه كاينين كاين هنالك غادي تكون مشاكل في الشحن لبعض البضائع، بحيث ان هنالك العبارات او الحاويات اللي كتشحن البضائع واللي هما بضائع كبرى واللي كيجيو من مدن كثيره، من بلدان كثيره، كيجيو من البرازيل، كيجيو من الصين. المهم كاين نقص في هذه العبارات او الحاويات اللي كتشحن البضائع، وبسبب هذه الازمه الكورونا بطبيعه الحال كاين هنالك مشاكل اقتصاديه، وقالوا على انه غادي يكون هنالك نقص في لي بات وكذلك نقص في بابي التواليت. بطبيعه الحال انا بغيت نقول لكم فقط هذا الخبر اللي جاء في الفيغارو، وكذلك قلت لكم على انه شفت واحد لا فيديو، غادي نخليه لكم وقولوا لي الراي ديالكم فين، واش نتوما شفتوا هذا لا فيديو وفين كان هنا في فرنسا اذا كنتوا عارفين. نخليكم مع هذا لا فيديو ديال اليوم باش انكم تشوفوه وتستافدوا منه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم مع مواضيع اخرى، وشكرا لكم، وما تنساوناش بالتشجيع ديالكم، وكذلك بالنسبه للناس الجدد ما تنساوناش بالاشتراك ديالكم. نقول لكم في امان الله ونشوفكم فيديو قادم. السلام عليكم. Voilà, je vais pas prendre, je vais pas prendre.